الخير على كل مستمعينا الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح، ودائما رفقة الكاتب والباحث في تحليل نفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك دريبي. مساء الخير أستاذ، مرحبا. مرحبا لنفس أنا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك أستاذ. اليوم في موضوعنا غادي نتكلموا حول العلاقة الزوجية والمفارقة اللي كيوقعوا فيها كثير من الأزواج. كتلقى زوج كيحب زوجته ولا زوجة كتحب زوجها، ولكن في تصرفاتهم ولا في سلوكاتهم معها ولا معاه يعني كيقوم بالعكس ديال الأشياء باش يبين المحبة. فنبغيو اليوم من خلال موضوعنا بكل وضوح توضح لنا، ونبغيو نفهموا أكثر يعني منين جاي التناقض في العلاقة الزوجية، واش هو قلة عرف من الأزواج ولا ربما كاينة بنية نفسية كتفعل في الشخص. كيفاش يعني كنحبوا الآخر كنبغيو نكونوا معاه، ولكن في تجسيدنا للمحبة كنقوموا بأشياء فيها تناقض ومعاكسة. البارادوكس، هاد الأشياء اللي كتجعلنا عوض ما نبنيو المقاربة كنوليو في المفارقة. وريتك واحد الرسم قبل ما نبداو الحلقة، وريتك الشكل الهندسي اللي تعبروا له أهل الفلسفة بالبارادوكس. كيقول لك هو من ناحية الرسم ديالو راك شفتي ممكن، وشتي واحد السريع عوض ما تكون ناعسه كانت واقفه وديزا من تحت ثانيه ناعسه. ثانيه ناعسه وسريعه واقفه ومرسومه من تحت السريعه اللي ناعسه ولكن هي واقفه. شتي في الرسم ممكن هاو، ولكن واش نقدروا نبنيوه؟ واش نقدروا غدا نلقاو واحد العماره مبنيه بهذا الشكل؟ مستحيل. فالبارادوكس البنيه الفكريه اللي في الظاهر ديالها وفي الصياغه ديالها سليمه صياغتها. دابا هاي شتي كرسم غدا حطيه في الموقع ويشوفوا الناس كرسم راه مرسومه هاي كتبان، ولكن واش نقدروا نوصلوا بها؟ غنوصلوا بها المتاهه. في الواقع كنوصلوا به المتاهه. دور المفكر وهنا اللي بغى يتذوق دوره، كنصحكم الحباب باش تقراو جون دورمسون. هذا من المفكرين العيار الثقيل اللي باقي بالحياه في فرنسا، وكيجسد واحد المدرسه فكريه عريضه وعميقه فيها ما هو رومانسي، ما هو فلسفي، ما هو اجتماعي، ما هو سياسي، وما هو انساني. دور المفكر ماشي هو دور الامام، ماشي هو دور المعلم. المعلم خاضع نماذج اكاديميه ومنهجيه خصو يتبعها بالحرف. الامام في المسجد ولا الفقيه في المسجد خاضع لواحد الترسانه منهجيه خصو يتبعها بالحرف. المفكر عنده منهجيه وعنده ترسانه كيتبعها، ولكن ما خاضعاش النظم الترتيبيه اللي كيعرفوا الناس. خاضعه فينا موضع كاين تشبك البنيه العاطفيه الفكريه النفسيه، والانسان مخبلها لداخل بحال واحد الكومه مخبله، وهو كيدير المكياج وهو تيمشط لحيته وهي كتحكسنانها وهو كيحكسنانو كيبتسموا بعضهم البعض. بعد ما هاد الناس اللي هما في الهندام الظاهري ديالهم او البنيان الظاهري الرسم سليم، كيعنعنوا من واحد المرجعيه دينيه سميتها الاسلام سليم، كيعنعنوا من واحد المجتمع حضاري عريق سليم، اش وصلنا للهمجيه والعنف اللي تنعيشوا هذه سنين؟ اش وصلنا انه المجتمعات العربيه الإسلامية تعيش واحد تشتت أسري، واحد محلال أخلاقي، ماشي حيت غزانا الفكر الغربي، لأن هاد الدارية أنا معمري ما استعملتها، معمري ما كنقول حيت غزانا الفكر الغربي، أنا ماشي من هاد الناس. كنقول حنا ما حاربناش أوجه الجهالة ديالنا، ما عندناش الشجاعة
بأنه نواجه نفوسنا بكل حرية بكل قوة في مواضيع اللي احنا كندرقورا الحياء، في مواضيع اللي كندرقورا وراء حشومة. طبيعة الحال خاص المواضيع من التناول ما تكونش فيها الميوعة، ولكن يكون فيها النعت والمنعوت بصيغة الكنائية صيغة المجازية، ولكن الصورة واضحة. القرآن الكريم يسمي الفرج، وما غتلقاوش شي كتاب ديني فيه اسم الفرج لا باللاتينية ولا باليونانية ولا بأي لغة. القرآن الكريم الفرج بالألف واللام والفاء والراء والجيم بالواضح، ومريم التي أحصنت فرجها. إذا ملي غنكون أنا كنقرأ القرآن الكريم وغندوز على هاد الصورة هادي، غادي ندير بيب الجامع دابا نكونو كنقراوها بحال كل حين، وغنوصلو لها نديرو بيب، غادي نقولو ويلي ويلي القرآن قال. أولا القرآن الكريم جعل العضو يتسمى بحال اليد، يعني زولوا هذيك الشحنة الخيالية، هذيك الشحنة الفونتاسماغورية اللي كتجعل من العقل يتسلب له القدرة ديالو ديال التفكير ويبقى مشجون واحد الصور واحد الأسماء. إلى مشيتوا شفتوا المواقع التواصل كلها كتصب حول تبادل الأفكار، ولا كلها كتصب حول ما هو صاحب ميوعة وكذا وكذا، فين هي؟ إلى مشينا شفنا الأدوية وكل المنشطات اللي كتشجع على استهلاك الجماع، شحال ضربة العالم العربي. إذا حنا يا إما غنديرو برامج اللي غتخدش الحياة، أو لا غنديرو برامج اللي فيها الشجاعة وفيها القوة على أنه نوصلوا للمواضيع اللي إبليس كيوصل لها، حيث حنا جنود مجندة ضد إبليس. وإبليس هو فين كيلعب؟ الأفكار، ما كيلعبش الأفهام، هو يوسوس. ومن اللي غيتبرى يوم القيامة غيقول للناس أنا ما تلومونيش على الشي درتو، أنا غير أمرتكم وانتم خضعتو. إذا السلاح ديالو هو إبليس، شنو هو؟ هو أفكار كروجها. هو واحد الأم واحد النوبة زارتني بواحد مع بنتها، وحنا كنتكلمو هكايا، وكنحيي الأستاذ زينبي ريداكتور أون شيف ديال لوبسيرفاتور، اللي من المواضيع اللي اقترح عليا نكتب عليها قريبا إن شاء الله هو علاقة الفكر العربي الإسلامي بالجسم، كيفاش حنا كنجسدوا الجسم. علاش لو ريداكتور أون شيف زينبي طرح عليا هذا السؤال؟ لأنه عارف عندي واحد القدرة أنه نعت بواحد الشكل ونعطي الصورة، نقدر نزومي كنقدر نعطي الصورة. هنا هذيك الفتاة من اللي عندها اضطرابات دراسية وما تتركش وهذا، وكتفكر ملي كيسولها الأستاذ كيقول لها شنو اللي شاطنك، كتقول لهم كنفكر غير في العلاقة الجنسية، غير في العلاقة الجنسية. البنت أمها محافظة، أبها محافظ، أم ربية تربية أخلاقية رفيعة، والأم والأب ما فهموش هذيك البنت شنو طرى عليها، واش تسكنات، واش حماقت، واش تجنات، واش نطرى. هذيك الاستاذ اللي كتشتغل معاها قالت لي يا سيدي ربيع ما كتبغيش تركز لا في الرياضيات ولا حتى في حاجه، كتبقى تهضر غير على داك الشيء على داك الشيء. عيطت الام ديالها وقلت مع البنت، قلت لها بنتي شنو هي الاناتومي فيمينين، البنيه الفيزيولوجيه ديال الانثى. دار اسمها لي امها وهي تقول لي لا 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 خليك سيدي، لا 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 علاش لا لا شنو كاين، لا لا قالت لي احنا الله يخليك كنحشموا عائلنا كنحشموا الترابي ديالنا، لا 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 راه هادشي راه تلقاه في الانترنت غدا، وراه غيوريو لها صحاباتها في التليفون، وراه غادي يصيفطوا لها صور وغيصيفطوا لها افلام، هادشي كله راه تلقاه مكاين. خلينا نخدموا به نعطيوه المعنى ديالو الحقيقي، نزكيو نمشيو لحاجه اخرى. لا 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 قالت لي لا لا انا بغيت غير القرايه ما ندوش حاجه اخرى. واخا ماشي مشكل. داز واحد المده كيلقاو البنت الحمام جارحه راسها، خلات المرحاض وبغات تعرف كيفاش كاين البنيه ديالها في الفرج ديالها، ودارت واحد الاشياء وقاصت كل شيء والدمايات والحاله. البنت هي تروماتيزي، الام فزوعه والام فزوع، ورجعوا لعندي. قلت لهم ودي دابا شنو كديروا؟ واش كتخربقوا؟ واش كتلعبوا؟ واش ما يمكنش الانسان تيتملا من نفسه. ما عمر شي واحد تيقول لك تعلمت العلم بوحدي، راه تتعلموا مع علماء، راه كتعلموا مع ناس، راه كيشدك. علاش 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 كتسمى مقام المصاحبه؟ لانه كيسلكك من طريق الوعره، ما الطريق السهله ما تحتاجش شي واحد يمشي معك.
اما الا مشيتي لبين الويدان، الا مشيتي للصحراء تقدر تمشي فيها بوحدك، ما تعرف كاع البلاصه اللي قاصحه تحت فيها رجلك، والبلاصه اللي كتمسك رمله وتحصل فيها وتموت انت والدابه ديالك وانت والطوموبيل ديالك. اذا خصك شي قواعد، خصك شي واحد اللي النيه ديالو والعمل ديالو انه يشد بيدك ويسلكك هذاك الطريق الوعره. اذا هذا البارادوكس، ان واحد الزوجه وواحد الزوج عنوانهم المحبه، زواجهم الخير، علاقتهم المتعه والراحه ببعضهم بعض، وشويه تلقاو السيد جاب كادو نهار طيف العشيه ثلاث صباح واحد يعير مرسو حيت حرقات له البيض، حتى ذاك الكادو البارح مابقاش عنده حلاوه كاع، خرج هو شد ذاك الخاتم حطاتو باش باغي تلبسو، كيفاش انا جبتي لي خاتم نهار اثنين وثلاث صباح تتسب فيا البيض محروق؟ هو عاوتاني كذلك تقول له حبيبه انا كنبغيك وانا كذا وانا كذا وانا كذا، شويه كيعرض لعائلته ولا صحابه وتتنكد حلو لا قبل هذيك العراضه ولا بعد العراضه، حتى كيبقى السيد ما عارفش فين يقاب راسه، واش يجلس في الصالون ولا يمشي يجلس في الحمام ولا يطلع للسطح ولا يهرب. ملي كيمشيو الناس اش هاد الشيء دارت يا لاله، وكيبقاوش الناس في تشاحنات شنو هو السبب؟ شنو اللي كيعطي هاد الاشياء؟ اول حاجه من هو الانسان الظالم لنفسه؟ اللي عندنا صيغه التعريف ديالو في القران الكريم. الظالم لنفسه هو واحد الانسان ما تينسبش اصل كل نعمه به او بواحد اخر من حبابه الى الله سبحانه وتعالى. ما تينسبش، يقولش هذه النعمه هذه اللي بيا انا او بمرتي او بولادي او بعائلتي فهي من الله، فكينسبها الظالم لنفسه، كينسبها لنفسه، كينسبها لشي مخلوق. ثم ظالم لنفسه هو من يحجر عن المستقبل بنظره او نيه سوداويه، ويعكر عن كل امل ويقهر كل شوق في الفعل او الانجاز. هما هذوك الناس اللي اش غتقضي بهاد القرايه، يقضوا بها شي حاجه، انت زعما غادا شنو غتصنعي شنو صاروا، وانت مالك صحاب لك غادي داروا وصلوا قبل منك راه ما وصلت، هذاك هو ظالم. هاد الامر اللي كيجعل نكونوا في البارادوكس هو العديد من الناس تيهتموا بواحد المبدا اللي كيسموه الفرنسيين لا مانيير دو فير، طريقه العمل. نقول هذا طريقته في العمل، طريقته في رد الفعل ديالو، تعرف شتي ملي كيركز الانسان على لا مانيير دو فير غادي يصبح ظالم لنفسه، لان لا مانيير دو فير الايجابيه ماشي بحال هي صنعت الفعل او رد الفعل السلبيه. حنا كنعقلوا، الانسان عنده عقل تيعقل به. ملي كتكون عنده واحد المراه، واحد المراه عندها واحد الراجل، اللي كل ما دارت واحد الفعل هو عنده نفس رد الفعل، لا مانيير دو فير الي ريبيتيتيف، كتحفظ كتولي كنقدروا نتنبؤوا بها، كنقولوا شتي فلان الا قلتي له كذا راه غيدير لك كذا، شتي فلانه الا قلتي لها كذا راه غدير لك كذا. شتي الوقيته اللي كيعقل الانسان بان رد الفعل الايجابي يحفظه تولي عزيزه عليه. الوقيته اللي كيولي عندك مانيير دو فير، طريقه رد الفعل، حتى هي شبه مبرمجه شبه نمطيه، التعاود في السلبي، والانسان تيخاف منك، لان كيعرف هذاك الانسان بان الا دار هذا الفعل مرتو غتندب، الا دار هذا الفعل مرتو غتجذب، الا دار هذا الفعل مرتو غتسعر، وهي كتعرف الا دارت واحد الكلمه او لا سولت واحد السؤال او لا تكلمت في واحد الموضوع راجلها غيسعر. فتيولي، شوف ها هو البارادوكس، كيولي الانسان بالابتسامه ديالو هذيك اللطافه ديالو بالجمال ديالو يجلبك، ولكن بالعقل اللي عقلتي انت على النمطيه في رد الفعل لا مانيير دو فير السلبيه راك عاقل عليها، كتولي عايش جوج الحالات، حاله ديال كتجلبك وحاله كترجعك كترجف ميت في الخلع. شتي هاد الجوج باش يتخلص الانسان من الفرح سهل، شتي تكون فرحان بزاف باش 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 تحيد الطاقه ديال الفرح، غير كتجلس وتتنعس طاقة الفرح كتزول، كتلقى راسك بردتي. أما الخوف نعس ولا فيق، الرياضة ولا جري، ما تيتزولش هو، ما كيتحيدش. باش كيتحيد؟ بالانفجار، كينفجر الإنسان باش يحيد الخوف اللي ركب فيه.
اذا هذاك الشخص الاخر تيقول او هذا حماق مالو، على مالو الفجر عليا، وهي راه ما عرفاتش وهو راه ما عرفش بان حيت لا مانيير دو فير رد الفعل النمطي تكراري جعلو يحفظ ويعقل بانه اجتهاد القول غادي نطردك عليك، اجتهاد الشوفه غنشعل معاك، ولكن راني باغي شنو هو الاسفي خصو يرقى، خصو يرقى من لا مانيير دو فير لو سافوار فير، ملي كتكون في لا مانيير كتكون غير بروتوتيب كتكون هي كتعاود واحد الاشياء، اما ملي كترقى لو سافوار فير كيولي عندك عرف وعلم تيصرف لك رد فعل جديد على حسب كل ظرفيه وعلى حسب كل شخص. مرحبا. اذا مستمعنا غادي توقفوا مع فاصل كالعاده ونرجعوا مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه على 05 22 46 72 50 51. مستمعينا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح غادي نمشيو استاذ لاستقبال المكالمات الهاتفيه ديال كل اوفيائنا وناخذوا اول مكالمه معنا من الصويره. معنا رشيده. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رشيده من الصويره مرحبا. مرحبا لاله رشيده. الله يعطيك الخير دكتور، انا بغيت نهضر معاك على واحد المساله. الله يعطيك الخير ويخليك صحتك ومعزلتي. تفضل تفضل. المشكل ديالي انايا واخا غادي يكون يمكن ماشي في مشكل، تفضل خذ الموضوع اللي بغيت. انا عندي عندي واحد بنت عمي عندها واحد البنيه بغات دير واحد العمليه وما عندهاش باش دير لها العمليه، طابله 10 ديال المليون. الله الله يعطيكم الستر وكاع اللي كيسمع. الله يرحم الوالدين اللي ما يعاونوها كل ما تقدر. مسكينه ما عندهاش وعاطينها وقت قصير. فينا مستشفى هاد فينا مستشفى كاين هاد العمليه؟ هاد العمليه قال لها ديرها لها من مراكش. هي تما كتكون في مراكش هي؟ لا هي ما كتكونش في مراكش، هي من ناحية الصوارة غير من العربية. وهنا واش مشات للسبيطار ديال الدولة ولا الخاص؟ المهم يمكن ديال الدولة. لا لا ماشي ديال الدولة، حيت قال لها العملية غدار لها في عيادة خاصة. لا 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 بنتي الله يرضي عليك، ما يمكنش حاليا في المغرب ما كاينش شي عملية ما دارش في المستشفى العمومي. الأساتذة الكبار لي كرون بروفيسور في الميديسين والجراحة الكبار كلهم راهم من المستشفى العمومي. المصحات الخاصة راه ما عندهاش أساتذة ديالها، راه كتجيبهم كلهم من العموم. إذا هنا الله يجازيك بخير أبنتي، غادي تخلي لي الهاتف وغنسول الحباب ديالي في مراكش إلى المستشفى، وما يمكنش ما داش العملية في مستشفى عمومي. الله يرضي عليك أبنتي. واخا نتمنوا الشفاء ان شاء الله لهاد السيده، نرجعوا لهاد السوندار ونتمنى المستمعين اوفياء. حنا عارفين الله غالب ولكن الله يخليكم. هذا البرنامج برنامج بكل وضوح وخاص يعني بالمواضيع الاجتماعيه النفسيه والاستاذ، وحتى من خلال البرنامج يعني كنديروا ما ما يعني ما في استطاعه ديالنا. للاسف برنامج قلوب رحيمه يعني ما بقاش يعني في البرمجه، فنحاولوا على انه لانه استاذ راك انت عارف الله يحسن العون، حنا مع الناس، ولكن راه كتجي حالات كثيره وتيقول لك لا راه عاونتوا هاد السيده او لا هادو، فنبقاو في الطبيعه ديال البرنامج. ناخذوا مكالمه اخرى. معنا ليلى. مرحبا. الو السلام عليكم. ليلى مقيمه ببلجيكا. مرحبا ليلى. وي مرحبا ليلى. الله يبارك فيك بارك الله فيك. نص نهار كبير هذا والله العظيم عرفتي ما تصورش فرحتي. مرحبا بك لالا ليلى. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. المهم الله يبارك فيك. شكرا بزاف لهنا يخطيك بارك الله. شكرا على واجب لك. مرحبا ليلى. الله يخطيك. عندي ثلاثة أسئلة الله يجزاك. مرحبا مرحبا تفضل. وحدة عليا وحدة على ولي والثانية الأخرى على وليداتي. مرحبا بك. شحال في عمرك ليلى؟ كنت عايز عليك مع خوتي. عندي 31 عام. هي شحال وليات عندك؟ عندي جوج. واحد عنده 4 سنين. شي واحد كيهضر مع شي وليد صغير. اها عندك جوج شحال؟ هذا كيقول لي عندي ديال 4 سنين عندي ديال 10 سنين. نبدا لك بالمشكله ديال ولدي اللي مأرقاني بزاف ديال 4 سنين. تفضل. داك الشيء اللي كنتي كتهضر عليه نهار السبت. داكشي اللي واقع لولدي. يعني انا ما اكتشفتش المشكله بكري، ما اكتشفتها حتى دار عامين ونص زياده. مشيت ديتو لو سيكياتر هنايا وقالت لي انا ما نقدرش ندير له والو، غادي تدي له واحد لو سونتر. يلا داكشي ديتو لذاك لو سونتر. دابا انا عام ونص وانا معاهم 3 فوا بار سيمين كيديروا له دي سيونس. كان بحال
المرة الأولى بحال دابا نهار كيديروا له لو جاردان كيمشي 4 سوايع عندهم نهار الآخر في السيمانة كيمشي كيدير سيكوموتريسيتي أنا وياه كنمشيو كنلعبو داك الشيء نهار آخر كيجيو هما عندنا للدار كيجيو هما بجوج كيجي مرة في الشهر كيجي ندير بيدو سيكياتر ولا سيكولوج وليامات الآخرين والسيمانات الآخرين كيجي ندي لا سيكولوج وواحد انفيرميير كيلعبو معاه وداك الشيء وكيهضرو معانا فأنا الولد بيان سيغ تحسن الحمد لله ما بقاش طايش ما بقيتيش كتهضر شويه صافا ماشي تحسن تحسن 100% باقي داك الفرق ما بينه وبين ولاد قدو ولكن حسينا هذا العام كله حسينا كاين تحسن يعني لاحظنا انه كاين تحسن دابا انا هما فين ما كنسولهم كان بزاف المرات كنسمع ليك داك الشيء اللي كنسمعو ليك كنمشي نسولهم تيقول لك ماشي لوكا ديال ولدك بزاف ديال الحوايج دابا داك التوحد وداك الشيء الحمد لله ما فيش هما ما تيعطيونيش واحد الجواب مقنع يعني ولدك فيه طال حاجه كميه ديال هذاك الحاجه اللي فيه ما دابا انا تنمشي هما يا بصح هما يا كيف ما قلت لك تحسن ولكن انا خايفه على الولد تكون عنده شي حاجه اخرى وانا ما عارفاش يعني كان على ولدي دابا ما حدو باقي صغير ما خليت بحال وين انا سيدي شوف عفاختي الله يعطيك الصبر شتي هاد المسائل اولا كتصلح بالوقت ما تكونش عفختي في العجله ولا في الارتباك ولا في الخوف ما تخافش خصك تكون مطمئنه ان ولدك راه غادي يهضر وغادي يتبدل وغينجح هادي يكون تمام اليقين في التغيير الفكري والبنيه الفكريه عند الاطفال راه ماشي بحال البنيه العضلات تشدي واحد ناحيه فرقي وقت ونشدوه نعطيوه لواحد المدرب رياضي ونوكلوه مزيان راه في ظرف 3 شهور تشوفي العضلات كيخرجوا اما البنيان الفكري عنده جوج ديال الصعوبات الاولى هي خصنا نعودوا وندربوا الطفل على كيفاش يسوق العقل ديالو حيت العقل ديالو بوحدو بعدا بلا المعلومه هائل اذا دابا هذاك الدري كتحطو قدام واحد الآلة واحد الطائرة واحد الجهاز هائل وما عندوش العرف ديالو نعطيكم مثال دابا علاش بزاف د الوليدات خاصة البنات كيتكلموا بسرعة لأن البنت من الأول المعنى ديال الاحتواء عندها هي اللي غتحمل فهاد المعنى ديال هي اللي غتحمل كيساندها في الاول لهذا القران الكريم واضح تيقول لك ليس الذكر كالانثى فين بعدا في المعاني ام درا شنو زاد بنت ولا ولد بنت ايوا ان شاء الله تحمل وليدات شتي المعنى الاول اللي تينزل هو غتحمل وحنا المغاربه اش كنقولوا لشي واحد حافظ القران حامل لكتاب الله صافي شتو المعاني اش كيديروا اذا هي مساندها انها خصها وغادي تحمل اول حاجه كتهنى منها انها هي حامل ماشي حامل يعني حامله غتولد حامل يعني مسلم بها حامل غتحمل فكتعاونها المعلومه امها كتشوف لي فيها والمجتمع كيشوف فيها جدها وخالها وعمتها كيشوف فيها ان هذه امراه سوف تحمل ولكن سوف تحمل نعطيكم دابا حنا العقل ديالنا كيفاش كيلعب بالوقت دابا قلت لكم شي واحد عنده القدره باش يرجع للماضي وعنده قدره باش يوقف الحاضر يغديك هاد المعلومه لا سنه يلا انا عندي القدره والله العظيم عندي القدره نمشي للماضي ونوقف الحاضر دابا انا يلا شوف دابا دابا هذيك هذيك كتسمى هذيك كتسمى ان بيفيو دابا انا كنلعب لا نوسيون فيلوزوفيك دو لا بيفيو ودابا قول لي الدالي قول لي دوك تعرفي دابا غنقول حاجه لا انا والله العظيم كنمشي للماضي وكنوقف الحاضر ماشي كنحلفها يعني دابا واش انا حمق ولا كنعرف اش كنقول ملي غنمشي نشوف واحد الفيلم صورته مع مرتي وليداتي في الصيف مشيت للماضي ولا مشيت للماضي
انا شفت الماط. ملي كندير واحد اللقطه بالرالونتي ندير واحد الكاس كيتهرس ونوقفوا لقيته اللي تفرتت يبقى الفتات واقف. وقفت الحاضر وما وقفتوش. اذا ملي مشيت الزمن في الفيلم حيت راه هو في لو طون. ملي كتشوف دابا ان فيلم ما فيهش شحال من دقيقه. ملي كتشوف واحد الكليب ما فيهش شحال من دقيقه. ملي كتشوف واحد الدوكيمونتير ما فيهش شحال من دقيقه. اذا يمكن لي نمشي انا الماضي بالفيلم ويمكن لي نوقف الحاضر دابا هاد اللقطه نصورها نوقفها يلاه. انا موقف الحاضر. ولكن ما موقفوش في الزمن اللي خلق الله. موقفو في الزمن ديال واحد لانستون اللي درت ليها انا فوكس. واحد اللحظه درت ليها فوكس. شتي في تعاملنا مع صعوبه هاد الاطفال ما خصناش نديرو بوز. خصناش نجيو نوقفو. خص الحل كيدار في الزمن. فعندنا ثلاثه الانواع ديال العلوم الله يجزيكم بخير. عندنا علم صالح للفهم. عندنا علم صالح للكفاءة. وعندنا علم صالح للحقيقة. دابا شتي العالم المعاصر كله مركز على علم الكفاءة. علم الفهم هو اللي غتلقاوه في دافنشي كود. علاش دار هذاك الفيلم؟ وعلاش تكتب؟ وشنو كيرمز؟ وغتلقاو بأنه في هذاك الفيلم دافنشي كود اللي عنده القدرة باش يديكودي واحد جوج ولا ثلاثة اللي موجودين في العالم. راه كيرمزوا لكم العلم الفهم. علم صالح باش يفعل لك الكفاءة. وهذا هو اللي كتقراو في التكوين المهني وفي الجامعات وفي المراكز وكل شيء. وعلم الحقيقة هذاك شبه من عدم. باقي كاين، أنا كنتكلم على العالم الإسلامي، باقي كاين. فدابا غادي نمشي عند صورة المدثر وغادي نجيب واحد علم صالح الفهم. يا أيها المدثر قم فأنذر. الجد دير قم. قم. السبت راني لعبت واحد المصطلحات خاص الرجل يربط العلاقة مع المرأة انطلاقا من علاقته مع القيم ويصبح قيم اللي هو اللي كيفعل القيم في الحال ديالو ماشي في اقواله. وقلت بانه وقع واحد اللبس في المفاهيم اللي ميعها واحد المجتمع اللي باغي يرسخ ثقافه الاستهلاك الجنسي والبطني والاستهلاكي. ما يبقاش الانسان يرقى بالعلاقه الا في البطن والفرج، احنا بغينا نرقوا بها الى الدماغ. فباش يمكن لكم ترقاو نتمتعوا بما هو حلال، البطن والفرج راه من الطيبات اللي خلق الله. ولكن ما نديروش عليها فيكساسيون، ما تكونش هين اوبسيسيون. دابا سير شوف شحال من دري في المجتمع الاسلامي باغي يولي هوموسيكسيوال. شوف شحال من عائله محافظه كتجي البنت كتقول لامها باغا نتصاحب. شنو الاجوبه اللي لقى العالم الاسلامي؟ يا اما الضرب، يا اما السخط، يا اما التهويل، يا اما التخويف. يا حرام وخاتشي جهنم. ويقول له حرام راه دارت. شحال من طفل عندنا مرمي في النفايات الله يستر حامله به دريه ولحته. ما راح حيت ما دارت لقاو دراري. زوروا جمعيه لاله عائشه الشنه وهي ذيك الصالحه وشوفوا شحال من وليدات وبنيات اللي عندها. منين جات هذه الافه هذه؟ منين جات؟ جات بانه المجتمع الغربي دخل عندنا بالقيم ديالو. ولا جات ملي كتبغيو الحباب ديروا الفاكسان شي واحد. باش تحسنوا له الجسم ديالو تعطيوه المناعة. كتدخلوا له جزيء من هذاك الفيروس للجسم باش يتعرف على جهاز المناعة. عملنا احنا الفكري هو تنشدوا بما فيه الجراثيم الفتاكة بالمادة الفكرية. وكنحيدوا لها الشحنة الجرثومية ديالها. وتنجعلوا منها مادة معرفية لجهاز المناعة ونعطيوها له. مرحبا. برنامج بكل وضوح. اياد تفضل استاذ. بالنسبه ليلى راه مازال معنا على الخط لانه مازال عندها شي تساؤل. علم الفهم وعلم الكفاءه وعلم الحقيقه. فعلم الفهم هم فاندر. علاش باديه بقم
وباش كيمكن لك تكون فعل القيام والقوام بالصحة والمال. ما يمكنش تكون في فعل القيام والقوام بلا مال وبلا صحة، كتكون مهدود، كتكون مردوم، كتكون طافي. غير الإنسان تيقعد نص صحة والفلوس كتشوف كيوقف. هنا ما وقفوش بالمال وبالصحة، هنا تيقول له قم بالإنذار، نوض غتعطي إنذار، قم فأنذر، غتعطي واحد الإنذار. حيت كاين عندنا البشير وعندنا المنذر. البشير هو اللي كيجيك بشارة عرس حفلة، أنذر عند كوراكم على حافة من النار طيحوا فيها، عندكم شوف فين غادي نوصلوا في هذه الآية الكريمة. ذرني ومن خلقت وحيدا، يقولوا أهل العرب هنا الوحيد بني على الوحدة والانفراد عن الأصحاب من طريق بينونته عنهم. كتعني وحيد ما كتعنيش بوحده فقط، هي عندها معاني هنا، ما كتعنيش غير منفرد يعني بلا عوين بوحده، كتعني عند أهل البلاغة الوحيد بني على الوحدة لونيتي إلى ديستانكسيون عن الأصحاب من طريق بينونته، ستادير لا كونستركسيون فيزيك جسمه. فملي كتكون الأم حاملة لابد ملي كتثق الخبر بأن فولدها كرشها ولد، كتستحضر باها ولا عمها ولا خالها ولا جدها ولا شي واحد من الرجال اللي حباتهم وكانوا سند لها. هنا بغات ولا كرهات كل أم غتعيش هاد الحالة. الوقت اللي كيتزاد اش كنقولوا جاب من خاله، جاب من باه. هنا ملي كنشوفوه تزاد كنشحنوه بواحد الشحنة، هو في غنى عنها، هو راه فرد منفرد بذاته وبنفسه. احنا اللي كنعطيو صيغة التكرار لا ريبيتيسيون، احنا اللي كنديرو صيغة لانكارناسيون تجسيد، احنا اللي كنديرو صيغة التشبيه. اما هو راه ما تيشبه لا العمو لا الخالو لا الجدو، هو من السلالة ديالهم ولكن بعيد كل بعد، فيه صيغة ديال الجديد، جديد مطلق، جديد مطلق. اذا ملي تنديرو احنا هاد الشحنة هادي تتشارج نقولوا راه جاب من باه، راه جاب من خالو، جاب من عمو، جاب من جدو، هنا اش كيوقع؟ الي اكروشي تيتعلق، الي اكروشي في واحد البلاصه قديمه، الي اكروشي في واحد البلاصه عندها ترسانه ديالها، عندها الشحنه ديالها. وهو ولد بلجيكا، هو جاب من بلجيكا، هو بلجيكي مغربي الاصل بلجيكي. إذا خصني نمشي نعطيه الشحنة بلجيكا، ما قادراش تعطيه الشحنة بلجيكا لأن خايفة تكون قصرات حق الرسالة اللي عندها كمغربية كمسلمة كعربية أمازيغية، خص ولدها يكون مغربي عربي أمازيغي باقي ماشي وقتها، لأن الشجرة يا إما برمائية يا إما ترابية. الشجرة البرمائية هي هذيك اللي كتنبت في الجنب ديال الضايع، وملي تيطلع الماء كيقل عليها الجذور كتولي غادا فوق الماء، كتولي راه هي اللي غتلقاو عليها لا فلور دو لوتوس، واحد النوع من النباتات اللي تينبت في الجنب، وهادو كاين بزاف في اسيا وغتلقاهم في لي بيي نورديك، ومن بعد كيولي غادا فوق الماء. اما بنادم لا، يقول عنا الله ننبتكم من الارض نباتا، حنا شجر، حنا شجر، اذا خصني التربه نحط فيها العروق. هو دابا اختارت القدره الالهيه تاع ديك ارض الله، من بلجيكا ارض من، من المانيا ارض من، كل شيء ارض الله. اذا هو اللي دارنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، راه هو اللي خلق البلجيكيين، راه هو اللي خلق المانيين. ما ماشي مشكل ولدي ما يهضرش العربيه كاع، ماشي مشكل، المهم يحترم القيم اللي احنا كعرب امازيغ مسلمين كنحبوا، يدوز لهم البلجيكيه ولا يجي لهم الروسيه ولا يجي لهم ما بغى، ربي اللي خلق هذوك اللغات. اذا هذا بلجيكي من اصل مغربي، باقي ما غنزلش عليه يتصل، بقاش غير يتصل تينبت. اذا لاحظتي هنا تمثلات، علاش قال له قم؟ لان العمليه كلها دايره على ياش، على واحد الفك
شتي بحال شي واحد عالق اش كيقول كيقولنا في الخلقه من علاقه ها علاقه بصحاب الاشهار تيقول لك يفو كريي اون اكروش بوبليسيتير وقولها بالعربي يلا اون اكروش بوبليسيتير شنو هي شي حاجه نعلقوهم بها نشنقوا عليهم نشدوهم وهذا كيجيو كتشدو بحكم السريبه شنو هي اللي كتشدك واش الاسم ولا المعنى شنو كيشد راه المعنى اللي شادك اما الاسم راه كيشد المعنى والمعنى ما قادرش انت تسميه دابا المعنى اللي خادم هذاك الراجل اللي باغي يولي امراه باغي يبدل الجنس ديالو فيه معنى عيا ما يسميه ما قداش مش دار عمليه دار عمليه وحماق واخا دار القرص ومازال باغي يلعجب واحد مزوج باغي يزني ما حلاتلوش مرته ولكن وحده هكا والو بغاها كيسميها بولسيون تقرا القران دار السلكه صام مشى للحج كلشي والو لاصق عليه باغي خصو يزني يبقى كيزني في الاخر كيندم وكيحماق وكيتسطى حنا في علم الفهم ما كنقولوش له علاش نفسه بغى تزني كنقولوا له المعنى اللي الاسم لان حنا عندنا علم حرف دوت العيب علم حرف حنا عندنا علم حرف واللي بغى يفهم علم الحرف يمشي يقرا لو سيمينير دي جاك لاكون لا لانستونس دو لا ليتر جلاله الحرف دابا هذا واش مسلم هذا جاك لاكون دير سيمينير لاك دو سميتو لانستونس دو لا ليتر جلاله الحرف وحنا قبل من جاك لاكون حنا عندنا 14 قرن جاك لاكون يلاه عنده واحد شويه حنا عندنا عين الحرف شنو هو عين الحرف عين الحرف هو المؤسس للاسم اللي صالح للمعنى اللي تيلعب لك في الجسم لان المعنى والجسم واحد شتي دابا انت كل كتاب انا كل كتاب نيفك فمك عينيك شعرك طريقه الشوفه ديالك جلستك حركاتك كلها مجسده واحد المعنى القفل ديال المعنى هو الكنيه والساروت المعنى هو السميه فالكنيه ديالك قفل مشترك ما بينك وما بين اختك وما بين خوك وباك وعائلتك يعني هو القفل هذا هو اللي شادكم شتي هذا هو صيغه الطاعه فاول عمليه ملي تيكون الدري ولا البنت ما داويش انا على لوتيست ولا لي تروبل ديس ولا على لو سبيكتر اوتيستيك ولا على روتار مونطال جيكسكلو هذوك كلهم لي سبيسيست قالوا هذوك كلهم ما كاينش في الدري كنقول لك تما اتصال بالمعنى المؤسس اللي جاك لاكور يسميهم لي سينيفيون بروميي سبحان الله حنا كنلقاهم في علم الحرف قدام قداش كنمشيو عند الناس العلماء كنلقاو كاينين واحد النهار قال لي واش انت باغي دير الاسلاميزاسيون ولا بسيكاناليز قلت له ودي الله يشافيك ويعافيك انا ما كنبعدش الموتى لا بسيكاناليز ماتت هذه قرون وانا ما عمري اشتغلت على شي علم ميت انا ما كنحملش حاجه ميته انا كنبغي الحي حنا المغاربه بلاد الحوت والله ما كانت كترنح حدانا لك لينا حتى حوت عدى يومين خليها لك تما نيت خصك تشريها وكتهضر قول لك الله خرجوا لي البحر زيد عليك قولك اذا شنو تندير حنا دورنا انا ولد القنيطره جاي من مدينة القنطرة يا قنيطرة راه صغير المدينة اللي فيها القنطرة ها فهاد القنطرة بان ضفتين نحن المغاربة ضفة عربية أمازيغية إسلامية ومقابلنا أوروبا فكين الناس اللي كيديروا قنطرات ما بين العالمين أنا منهم فأي شعب أي أمة عندها فكر مختلف كنقدر ندير قنطرة فكرية وناخذ من اللقاح ديال هذا الزين ونعطيوها من اللقاح ديالنا الزين غرض جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا كل شيء على المعرفه اذا هنا ملي تيقول سيدي ربي درني ومن خلقت وحيده قم فانذر هاد قم هادي خاصها واحد عمليه فتق يخبرنا الله تيقولنا السماء والارض كانت رتقا ففتقناهما الرتق هو ذاك التوب اللي مخيط مع التوب شي داك التوب مضوبل هذاك هو الرتق حرق مضوبل الفتق هو خصك تخشي شي حاجه ماضيه خلي دابا جوج تواب لاصقين على بعضياتهم تحليهم منشار تحليهم مقده خصك هذاك الموس ديال الطبيب الجراح رقيق وماضي هذا هو المفكر هو اللي عنده داك الموس تخشيه ما بين داك التوب والتوب تضرب ما كتجرحش التوب كتجرح التخيطه لا جوانتور كتجرح التخيطه دابا هنا الام الله يحسن عوانها مسكينه اول فتنه تتعيش ملي كتحمل
عرفتيني كتهزها وتتشقلب ليها كل شيء، روحها كتشقلب، جسمها كيتشقلب، عقلها كيتشقلب، كل شيء كيتشقلب. فشنو كدير؟ عندك كنت صحابو راه كتولد، راه كتشد فيه بحال هذاك اللي غارق ولحقت له واحد الشومبرير، راه تيعتقها هو هذاك الدري ملي كيتزاد كيعاود يأسس ليها لأنها كتحماق. تخيل دابا حنا رجال شدوني يحملونا، والله الا بقينا نقدروا نتحركوا. زعما ربي عطا فيكم نتوما واحد السر، واحد المعجزه، راه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللي ما كتحماقوش، اما المراه راه كيبدا يهضر معاها لداخل، تخيل هي تتحرك وهو تيتحرك، هي تتحس وهو تيحس، تيتجاوب معاها وكيرد عليها. شتي الوقيته علاش كتشوف بعض العيالات هما راهم كثروا فهاد الوقيته دابا فهاد 15 عام الاخرى؟ شحال من وحده حملات دارت ديبرسيون، شحال من وحده حملات وحماق، شحال من وحده حملات وطلبت الطلاق، ها مار الالاف. تيعطيهم الادويه في كندا كذلك في العالم كله، لان الجلاله ديال المعنى انك موضع، انك موضع ماشي صاحب الفعل، موضع الفعل الرباني. شتي الوقت اللي كتكون انت موضع واخا ما فاهمش فعل الجلاله كتحس به، شتي الوقت اللي تيخرج كتشد فيه هي في ولدها بحال كتلصق عليه، راه ماشي كتحتضنو باش ترضعو ولا كتحتضنو باش 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 تطمئنو، راه تيقويها. ودابا الغريب في الامر، بغيتو تاكدوا من هادشي اللي تنقول لكم، هي علاقه امنا مريم بسيدنا عيسى بولدها، ما شدتش فيه، ما ثبتهاش، ما تكلمش معاها، ما كانش محامي ديالها، وما هضرش معاها وما وراهاش كتحماق. لان شنو قالت امنا مريم؟ قالت لهم كعاد شقات الارض وكنت نسيا منسيا، قالت لهم كعاد شقات الارض ونغبر في هاد الارض. هو يثبتها ولدها، قال لها ايوا شويه انا معاك. فدابا ملي كتظنوا ان في القران سيدنا عيسى ثبت امه، هذيك معجزه فقط عليها هي، ما داويش انا على الذكر حتى الانثى، داوي على ذاك الطفل اللي عاد زاد الانجاب ديالو. فهنا في هذا الاحتضان المتبادل ما بين الام والابن، هذه راه هي العلاقه الانصهاريه، كينصهروا في بعضهم البعض هكا. هي كتقويه بحليبها وبالعطفه ديالها وبالتتبع ديالها، وهو تيقويها بالنظره القريبه تكون لاهوتيه، يشوف فيها واحد النظره راه قريب يعبدها ولا حاشا ولا يتمثل، كيشوف فيها واحد الشوفه بلا بيك نموت. هي هذيك الشوفه ديال بلا بيك نموت كتعيشها هي حقيقه، ما كديرش فيها هذيك العمليه اللي دارت امنا مريم، امها ملي جالس فتقبلها ربها بقبول حسن، اللي كتقول له يا ربي اني وضعتها، اني وضعتها. هنا راه ما معنى الوضع؟ هو الاسقاط. شنو هو الاسقاط؟ ان خصها ترميه. شتي هاد عمليه انها ترميه، الامهات ما تيقدروها، ما تقدرش ترميه. ما معنى ترميه؟ ماشي تخلى علو هو جيعان، ماشي تضربو هو باغي يلعب، ماشي هو باغي يتكلم معاها ويشوف فيها وكتجري عليه، ماشي هذا ترميه. ترميه انه في وقت من الاوقات كتمشي لواحد الشغل ديالها هي كتنساه، ما كديرش له خاطره، كتمشي للحمام، كتمشي مع صحاباتها، وهو تيغوص واو، كتقول لجداه شديه، كتقول لبواه خليه معاك، وهو واو. هي الامهات اللي تسمع ولا تيبكي بحال البكا، وهذا كترجع كتعطف. اللي كيزيد يشعل لينا يغرق لينا الملف هو الاب، ما كيلعبش الدور اللي في السبت نهار السبت، الدور هنا هو كيقطع. قلت لكم نهار السبت كاين صيغه الممنوع المحروم المقطوع باش نوصلوه للمخصوص. الاب خصو يقطع، هو تيدخل صيغه المقطوع، صيغه المقطوع هي اللي غتعطيكم صيغه المحروم. دابا الاب راسو ولا واحد العدد الرجال مع عيالاتهم تيستمدوا المعنى منها. راجل حيت مزوج، دابا الراجل تيكون راجل حتى كيتزوج، هذه هي حق الرجال. دابا اللي ما مزوجش ماشي راجل، راجل حتى تيولد، اذا اللي ما تيولدش ماشي راجل، راجل حتى كترضع له وتقول له هي راجل، اذا العنعنه ديال الرجال كيجي من عندها. دابا هاد المعاني
هي انا فاش داوي؟ علاش انا كنزعج شحال من واحد؟ لان عند بالو هو راجل حيت عنده الزغب، راجل واش تقدر تستغنى عليه وانت كتحمق عليها؟ علاش؟ لان بغات تخليك هي في العين في هذيك المرجة. وانت علاش هو سميتو اسرائيل؟ ذا نبي، نبي سميتو اسرائيل لانه كان كثير المشي، كيمشي بزاف. فاحنا الرجال من علامتنا المشي، يتمشاو هما، يتلاقاو الناس، يقلبوا على الجديد، ما تيخافوش من شي حاجه غريبه ومظلمه، كيدخلوا يقلبوا. المراه شجره كتبغي تنبت ودير التمر ودير زريبه وتبرك حداها ولادها. ولاو الرجال دابا ما يخدمش ويخرج القهوه ويجي يقول لها دبرتي. ولاو الرجال يحسنوا بدا الحوايج ويمشي يقسم مع صحابه ويقول لها عافاك حبيبه راه غنجيبو من العشاء، وهو ما داير خدمه ما داير والو. ولاو الرجال ما يخدمش وياخذ الفلوس من عند مرته ويشري الطوموبيل ويلومها فين كتصرف فلوسها. ولاو الرجال خاصم على مرته ويخرج عينه فيها، ولا سخطات علو ما يجيش النعاس وما ياكلش وما يصليش وتزاق له الروح. هادو هما علاقتنا حنا بالنسائيه هادي. هذا هو مقام الرفيق الاعلى اللي نعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم، مقام الرفاقه، مقام الصاحبه اللي ردوها مي على كلمه صاحبه. وهي مقام صاحبة كتعني من أصل المصاحبة. واحد النهار واحد السيد ما فهم والو في واحد الحديث، وبارك كي 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 فرشخ فيه قدام شي عباد الله، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوحة من النساء، وقال غير واحد ثلاثة ولا أربعة النساء. قال لهم لا وأنا كذا وهذا، وقيل حديث ما هواش وحديث ناقص وحديث ما هذا، وأنا تنشوف فيه بحال واحد الناس واحد واحد المجمع جالسين كيتلاجوا معاه هو كذا، وكنشوف فيه كنشوف فيه. قلت له واش ملي كتقول هاد الجمل قلت له كتفكر العربية ولا كتفكر فرنسية؟ قلت له لأن يا أخي راه كتفكر أنت فرنسية، قلت له راك تقولها في راسك بالفرنسية وعاد كدوز لها العربية. قلت له واش عارف المصدر في اللغة؟ قالوا شنو هو المصدر ديالها؟ حيت قلت له ما عرفتيش المصدر ديالها ما غتفهمش الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة خصك تضبط اللي تبغي تفهم الحديث هو اللغه. النبي صلى الله عليه وسلم راه لغته راه ثقيله وخاصك البلاغه تكون عندك. قلت له المصدر ديال صالوحه هو الصالح. فلما اتى المصدر الصالح يعني مقام الصالحين، قلت له اعلى واصعب مقام يدركه شي واحد ومقام الصالحين. فقال لك هاد النساء دركوه، ما استثناش الاخرين، سما لك اللي بغى يسمي مرا ساتر. قلت له ماشي صالوحه معناتها الاخرين فاسوده، ما ديرش قلت له المود بينير، ما ديرش ايكوال. احنا في العربي ما عندناش ايكوال، ما عندناش ايكال، عندنا قلت له ما عندناش الصيغه ديال السينوني في العربيه. كل كلمه عندها معنى، عندها شيء، شيء هو الجسم اللي كيجسدها في المعنى. ما عندناش احنا في العربيه الا قلت لك رمح وقلت لك السهم وقلت لك قضيب ماضي، ما عندهمش نفس الشيء في التجسيد عند العرب. كل اسم بالمعنى ديالو بالشيء ديالو بالطول ديالو بالعرض ديالو بالصغر ديالو. العربيه عندها تدقيق لان هي من اللغات اللي وعلم ادم الاسماء كلها، هي كتدل على جميع الاسماء وفيها جميع الاسماء. اذا دابا باش كيبان لك هذا العلم الفهم اللي انا خدام كنفسر فيه شويه بشويه حول علم الحرف، كيبان لك العلم سهل، تيبان لك انه نقدروا نديروا له وصفه، غسلي البيضه وغسلي يدك وديرها في الخل وشديها وفقسيها ديرها تق في المقلة. كنقولوا لها مقام التسليم. هنا خصك تسليم، لان اهل العرف هنا ما كاينينش وقلال، ما كاينينش وقلال. اللي غيدخل يقيس هاد البلاصه راهم كاينين، نعرفهم. واحد النبوة واحد العائله ما عمرهم سمعوا صوت ولدهم. نهار زاد حدو تيستعمل اصوات بحال القطط، بحال القطط. ناس ميسوري الحال، هاد الوليد هذا ما خلاوش شي بلاد وما خلاوش شي خبير اللي مشاو لعندو ودور وسول قلب سكانير لا سكانير، دير هادي دير هادي، دريت معويق وهذوك الاصوات.
ما هوش اوتيست، ما هو ما هو ما هو جدو واحد من الصالحين جا عندي قال لي سي دريبي انا واقف عليك ما غتقولش لي لا. الراجل يكون عنده في عمره كدا وسبعين، بقيت نشوف فيك لا اله الا الله زين، يعني هذا راه ولد ولدي وراني ما عمري ما تدخلت وانا سنعرفك. كيفاش هتعرف؟ أعطاني أدوات التعريف. قلت له مزيان أدوات التعريف هادو هما هادوك مزيانين، شنو نطلب؟ قال لي ولدي بغيتو يهضر. قلت له مو تصبر، إذا كانت مو تصبر الدري يهضر. تشدني أنت أمو؟ قال لي نشد أمو. قلت له مو على حسابك؟ قال لي مو على حسابك. جيب الدري. جات المرأة، جات اختها وجات امها، كيش حس الرجال في الدار كاع داكار سلسلة النساء ديال الاولى بعدا فيلم قلوب دخلوا عندهم ثلاثة المرأة وخالته وجده كلشي يشرح، المرأة تشرح خالته تشرح، قاري الناس الناس ما كاين غير الشواهد الجامعية وغير المناصب الكبرى كلشي كيفهم يفهم والاكواسيون ما محلولهاش. اذا لا صالح لك فهم ديالكم لي ليكواسيون حاصل فيها ما عليناش. كنشوف انا في الراجل قلت له شد لي امو، قال لي يعني سيدي انا موجود. قلت له خالته وجدها خرجوا الله يرحم باكم انتم اجي ولدي عندي الاصوات ديالو شديت له بيدي الخصيتين لي تيستيك. قلت له شنو هما هادو؟ دري بقى كيشوف فيا بعينه هكا تلف، واحد راجل شاد له حجره قصحتو ولا سولتو شنو هما هادو؟ كظن انني سولتو على العضو، سولتو على الدلالة الرمزية المعنوية التي يدل عليها الياء، لأنه ورا الياء عنده هذاك وانتم في صدر والتاء، لهذا كنقولوا تأكلوا فاتحة والتاء راكم كتشوفها بالعربية الرسم ديالك كي داير دايرها بحال واحد الوعاء فوق منه جوج نقطات، هذاك هو النهدين والياء عندها نقطة لتحت. فمشيت كنسولو علاش، مشيت كنسولو على علاقته بالكسرة، لأن الياء تحضر في الكسرة اللي كتقول حلمي في المنطوق ماشي في المقروء ماشي في المنظور. ملي كتحضري الكسرة كتحضر الياء، ملي كتحضروا الضمه كتحضر الواو، ملي كتحضروا السكون كتحضر النون. اللي كنقولوا حنا في العربيه التنوين، ملي كديروا السكون نتوما كتحطوا في مخكم السكون حضرات النون، نتوما كديروا الكسره حضرات الياء، والياء من حروف الجر، وانا خصني نحرك الياء ونحرك الكسره ونطلع الضمه. هذيك الضمه راه هي هذيك التعنيقه ديال المراه ملي كتكون شاده ولدها كترضعو، والضمه واو صغيره والواو جوج الحروف في الابجد العربيه موجوده عند النون وعند الواو. الواو في الابجد العربيه غتلقاوها كاينه في النون اللي كتقولوا نور، كاين الواو الوسط، وملي كتقولوا واو كاين جوج واو. اذا تما في هذيك الكلمه اللي كنهضر مع شنو هما هادو المعاني بيني وبين الدري خدامين كيدوروا. الدري تلفت عند امه بدات يغوت، انا مصي جدو قلت له شد لي امو، امو ناضت جاي لعندي اش كدير استاذ وماك شاد له هذا ورا الدري تقصح ورا كذا. كنقول بعيني الجد وكالي، قلت لي غتكالي غتعد مرت ولده دارت فيه. قلت له انت شوف هذا الشايب، قالت له جاي من عدد مسطي، قالت له شاد شاد انا شو با داكور، قالت له طلق لي ولدي كذا، ويقول لها لا ماما يا طاح المراه خفت لينا. صوت مقاد كلمات مقادة سيدة غمية عليها، ما عمرها سمعت ولدها شحال من عام. جيب الماء جيب الريحة نوض جلس المرأة شت في الجد، قلت له تخدم شي عمك تعاود تجي عندي شي واحد. حنا جا الصالحين قلت له درنا يدينا في حريرتكم، دابا قلت له عطينا التقرير ولا بدا نسب فيكم من التصوير والملة. إذا شنو هو قضية هنا شنو؟ ونبي سا لو بوش ترو، هو المحبة عندك وتحب رب المحبة كيأديو الناس بعض.
إذا ملي كيكون واحد كيحب يكون شي واحد تيبغي ما كيسولش على مستوى عرفه، كيشوف غير مستوى محبته. مرحبا. إذا معنا مكالمة أخرى، غادي ناخذ معنا نعيمة من مراكش. ألو ألو نعيمة. نعم ألو. مرحبا لالا، مساء الخير. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. لالا نعيمة لاباس؟ سيدي الدريبي الغزال ديالنا، مامون المأمن، مبارك المبروك. الله يبارك فيك. الدربالة، حنا قاعدين معاك. الدربالة شحال فيها مترو؟ شحال فيها مترو؟ المغاربة كيفاش؟ الله عليك وهنيئا لالا سناء الغزالة ديالنا. الله يطول عمرك لالا. مرحبا. الله يخليك لينا، الله يخليكم لينا كاملين. بارك الله فيك لالا، حبك الله ورسوله. اللي قالوا جميع المواطنين فين كنتي من شحال هذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. كنت مجلي. الله سبحانه وتعالى من اللي كيدير الخلوة كيدير الجلوة. كاين اللي كيجليه باش يعيش الخلوة، وكاين اللي كيدير له الخلوة باش يتجلى. حنا كنقول نعم لالا. ملي كتكون تهضر تنقول كيه داوي بوهالي. وراه مفكر عالي. ايوا. استاذ جامعي فقيه بأمانته جالس يقري الدراري. درت لها نظم، الله يرضى عليك، الله ينظمتيها. لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوا استاذ، عندي واحدنا واحد المشكل، جاتنا واحد الابتلاء. ايوا قولوا بس استاذ. حنا ما بينا ما علينا، توفى الوالد ديالنا في 2011. واحد عمنا ناض لينا دعانا استاذ، راه حنا 12 واحد الوالده و11 خو، كنعانيو نفسانيا. ناض لينا حيد لينا، غير حيد لينا تا مغربي بهذا المفهوم اللي قلت في جميع المحاكي. بحالاش بابا ناض الوالد عنده اللي كتقول انت الجيل المعصوب والحقبه التاريخيه، جدي عنده شويه الارض هنايا في لاله كركوس، هرب بالعائله ديالو كامله، راك عارف الحقبه، وعاود لك الوالد الله يرحمه. هرب العائله ديالو، الوالد ديالي تفرق ليه، شي لاخر مات، رجع خاوي الوصاد جدي مسكين. عائله اللي سرقاتو داتو ترعى بيه، وداك الشيء 13 عام هز سلاح تيدافع مشى يجاهد. 56 رجع لعند با، حيت هو ملي تفرق عنده 11 عام عقل على دار، جا لعائلتو. عاش مع باه حتى توفى 92، ورد فيها استاذ. ملي ورد فيه تمتع في الورث ديالو حتى 2011، با كيحمل جوج الاسماء. هادوك الناس اللي رباوه داروه في كارني. وباه كاين في الكارني استاذ. ملي توظف شريك المكتب الشاري في الفوسطات، حط هذاك الاسم قبل ما يجي عند والدي. لان في 53 هو توظف في اليوسفيه. استاذ مرضينا والقضاء، ورغم ان عندنا وثائقنا وتوحيد الاسم وجميع ما يدل مطابقة الاسم و12 شاهد بان هذا الشخص هو هذا الشخص، ولكن القضاء استاذ ما نصفناش، ونصفونا مؤخرا اللي ضراتنا في قلبنا هو حطوا لنا في الكارنيت دري التمويت، بان خويا غاب اكثر من 81 سنه وحنا كاينين معاه ساكنين حداه. واللي ضرنا استاذ الشباب، درنا واحد المشروع السياحي. وملي كتهضر على ذاك الشاب ديال العطاويه، احنا عندنا جوج شبان داروا السياحه وشدوا الماستر استاذ، ماشي غير هذا والله يا استاذ. الا تسكت واحد الفتاه وتعرض لينا دابا استاذ، مرضنا احنا والولاد. ونصفوك انا ما عرفتش القضاء تينصفوا، حنا كنحطوا، انا دخلت عند جميع رؤساء المحاكم ديال مراكش. كلهم تيقولوا لي لا حول ولا قوة الا بالله، وراك كتنقول لهم غير قولوا لي واش وراقي هادو معوجين ولا ماشي صحاحين ولا. استاذ مرضنا والله تنعاني، واحد المعاناة استاذ، ما عرفناش دابا اشنو غادي نديروا. واحد الوالدة سكر ديما طالع بهذا المشكل، ودابا بغى يحيد، ملي حيد لينا هاد بوانا حنا فين غنمشيو استاذ؟ لا حول. ملي حيد لينا يا استاذ، الهويه كتبدا من القبيله يا استاذ.
مغربيتك تتبدا من قبيلتك المغرب كله ديالنا الحمد لله. والاستاذ وقف لنا المشروع وداروا الدراري لمصر والدعم من الدوله ودعم دعم يعني ممتاز. ودوك الناس اللي سهروا على هذيك الرساله ديال الماستر من على برا استاذ بغاو يساعدوه في المشروع. شوف شوف اختي نعيمه شوف اختي نعيمه انا شخصيا انصحك غادي نعطيك بعض اسماء واحد المحامون كنعرفهم شخصيا لان هاد المشاكل العويصه الله يجزيكم بخير غير باش نوضح لكم واحد الامر في علاقتكم مع القضاء ومع القاضي والقضيه في المغرب. القاضي في المغرب ما عندوش الحق بالقانون انه يبين او لا يعطي واحد الحق ما طلبوش بصفه قانونيه الشخص اللي عنده المظلمة. ولو ان القاضي يبان له خصو يتصاغ ويتطلب ما يقدر يوريه وما يقدر يعطيه. تيخص المحامي هو يكتشف وهو يعرف الباب والقاضي محايد. كتبقى الحنكه ديال المحامي في انه كيكتشف المدخل وفي انه كيكتشف الصيغه باش يستعمل الترسانه اللي كاينه في القوانين المغربيه باش ياخذ بها ويطالب بهذاك الحق. القاضي جاتو الصيغه وجاه الطلب بالشكل اللي القانون تيخول له باش يعطيه يعطيه. ما جاتوش الصيغه وجاه المضمون القضاة كيرفضوا من حيث الشكل، يقول له من حيث الشكل راك ما عرفتيش تصيغها الله يخليك الطلب ديالك مرفوض. كاين اللي كيصيغ من حيث الشكل وما كيعرفش يوصل للمضمون ما تيعطيهش القاضي. اذا هنا ما تبقاوش تلوموا القضاة وتقول ما عطانيش حقي، راكم كتفكروا بالعقليه ديال سيدنا عمر. القانون اليوم ماشي هو القانون اللي كان كيشتغل به سيدنا عمر. سيدنا عمر كان كيشوف الظالم والمظلوم وتيمشي تيدخل طولو عرض في الظالم وبلا ما يطلبوا المظلوم. علاش؟ لانه قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم الحق معي ومع عمر من بعدي، ما قالش واحد العدد الناس، قال عمر من بعد. دابا واش هاد الصياغه القانونيه راضين عليها ولا ما رضيش عليها؟ ما شغلناش حنا في هذا الموضوع، حنا اللي الواقع هو هكا. ها واش كاين؟ اذا شنو هو الدور؟ لان الدور المحامي راه مهم بزاف في المنظومه القضائيه. اذا خصك هنا محامون اللي كيشتغلوا مع المجلس الدستوري، لان تما فين كتصاغ، تما فين كتصاغ القوانين، وتما فين كاين النصوص، وتما فين كاين هذوك كيتسمى فقهاء التشريع. هذو واحد كنعرف منهم واحد الحباب، نعطيك واحد الاسماء اللي هما كيعرفوهم القضاة والقاضيات المغاربه كيتسموا الفقهاء القضاء. يعني الشيء كدوي معاه كدوي معاه على جامعين، جامع ما هو شرعي وفقهي وقضائي زائد تجربه. اذا هنا كاينين شي مسائل اللي ما ناخذوهمش بواحد شي حاجه كبيره وما نصغروش منهم. كاين كل حاجه عندها مواليها. دوك الاختصاص كيف ما كنت سالوا اهل الذكر ان كنت كاين كل حاجه وعندها مواليها، ومواليها كاين فيهم المعلمين الكبار وكاين المعلم المتوسط كاين المتعلم الصغير كاين المتدرب. باش يكون الشكل كيف قلتي الصيغه القانونيه، يعني الشكل مع المضمون مع دوك الادله الوثائق. كاين اللي كيركز على الوثائق يقول انا حقي هذا، لا ولكن من جهه ديال القاضي لانه ما كاينش غير ملف واحد ولا فعلا. احنا دورنا لا فولغاريزاسيون. انا احبابي اسره القضاء كنشتغل يعني معاهم، عندي اصدقاء ومسانديني بواحد الشكل ما تصورش. شي ملي تيكون شي ملف شي مواطن وتنتصل بواحد رائد المحكمه الله يجزيهم بخير، ولا الحباب ديال النيابه العامه، ولا الحباب ديال القضاء، كنقول له الله يخليك كذا، غير وجه هذا المواطن وتيستقبلو وتيقول له ما عندوش الملف بطبيعه الحال، عنده ما عندوش حق، ولكن في اطار المواطنه كيستقبل واحد الملف ديال واحد المحكمه اخرى كيجي عنده كيقول له شتي هنا اشنو خصك دير، اشنو خصك دير دابا سير، شتي المشوره كيعطيوها. ولكن الا كان الملف عنده ما عندوش حق، الا كان الملف بين يدو كيروج ما غايستقبلكش، غايستقبلك في اطار انك تقول له معلومات، ولكن ما يقولكش الملف فين هو لانه كيروج وكاين طرفين. اذا هنا الله يخليك لنا نعيمه، هذا الملف ما هوش سهل، فيه حيثيات، فيه تاريخ، فيه 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 بزاف. ثم احنا في ثقافتنا
ما كنفكروش في الموت، ما كنفكروش. جدودنا والدينا كانوا كيمشيو يشتروا الكفن ديالهم بالحياه. ما معنى انك تفكر في الموت؟ هي ما تخليش اليتامى ديالك، ما تخليش عائلتك حاصلين انت بالحياه شي وضعيه اللي ما غيعرفوا منين يبداو منين يسيروا ولا متي. اذا نقريو نسائنا ونعلموا اولادنا ونشرحوا لاولادنا ها فين عندي يا ولدي الارض، ها الارض منين شريتها، ها ورقيها، ها هي فين وصلات، اللي غتحفظ تحفظ، اللي غتبدل تبدل، اللي غتقاد تقاد، باش ملي كتوفى الانسان ما ضامنش عمره، ملي كيتوفى يلقى هذاك الوريث واحد الحاجه سهله يدخل ويشرب الماء كيجري. حنا كنديروا بلوك ديال لازي صبيرك، يلقى الراجل تيضرب 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 في الحياه وفي الاخر تيخلي مساكن الورثه شي في شي حاجه ما عارفين يبداها، وفي الاخر تيقول لك ما عطونيش حقي. خاصه ملي كتكون الارمله وعندها وليدات صغار يعني ما كتلقاش فين. واخا ناخذوا مكالمه اخرى من بعد فاصل. مرحبا. معنا نعيمه من مراكش، معنا هديه من اكادير. هديه؟ نعم. مزيان هذا الاسم، سبحان الله سبحان الله. واش الاسم ديالك ولا غير لقب؟ لا اسمي. بارك الله، والله الا اسم اول مره كنسمع هديه. لا اله الا الله، اسم الله يعطيك نصيب منه. بارك الله. مرحبا بك، تفضل يا هديه تفضل. لاباس؟ لا بارك الله فيك. بارك الله فيك. كنسمع الصوت كيتقطع. كيتقطع ما كنسمعكش مزيان. كتسمع. صوت كيتقطع على لا. الو الو هديه. حاول حاول تهضر وحنا نشوفوا نفرزوا اللي قدرنا نفرزوا. تفضلي قول. لا ما كنسمعوكش مزيان. واخا هديه خليك معنا، غنرجعوك للستوندار وخلي التساؤل ديالك ان شاء الله ونعاودوا نصيغوا الاستاذ وغادي نتوقفوا مع فضوح ونواصلوا باقي المكالمات. معنا حمزه من وجده. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ورحمه الله. كي دايرين لاباس عليكم؟ مرحبا سي حمزه. هانيه لاباس. واش ربما عقلت على هذا الاسم ولا ناقل سيدي ناقل؟ كيجب المامون لاباس عليك انت صاحبي. انا بغيت نسولك ابا المامون غير واحد الحاجه. قول. عادي الدف الدف عيت ندير العامل النفسي نتاعي باش ما تضر باش ما تضرش عندي، ولكن غير كنفون عليك كنبقى نسمع الدف الدف الدف. الله ما بغيت تحيد. لا 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 ربا المامون. نعم قول. لاباس الله يلا بخير. لاباس عليكم. لاباس الله يكبر بك الله يكبر بك. وفي الحقيقة ما كتبش الله هذا ما كاين، جيت لوجدة وكنت داير جي عندك وانا نهار اللي سمعت حصلت لي حتى 14 في الشهر عاد غادي تكون وجدة. الساعة يمكن جبتو فيها غير يومين دوزنا أيام بصح دوزنا واحد اليومين تما ومن بعد كملنا الجولة. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. والله العظيم واخا ما شفناكمش والله اللي بارك الله فيك يا سيدي. بارك الله فيك خويا بارك الله فيك. كل شيء بخير كل شيء بخير بارك الله فيك حبك الله ورسولك. مزيانين. بارك الله فيك يا سي حمزة بارك الله فيك. الله يحفظك. با المامون واش غادي نقول لك، كاين مليون سؤال ولكن مادام أنه دائما كنشوف أنك كتهضر على الأسرة وعلى الأبناء بغيتك تبرعنا غير واحد اللحظه الا جات على خاطرك ان شاء الله. ديك اللحظه الاولى نتاع با المامون اللي كان عنده ذاك الطفل الاول وجا يجري عنده، هذا ما بغيت. والله هذه اللحظه الا ما طلبت شي طلب زعما وسمح لي الدودو دوكا. قول لي راه بنادم واحد كيف اللي كيفرحنا كيفرحنا جميع واللي تيقرحنا تيقرحنا جميع، راه بنادم واحد. الحاجه اللي هذاك الشيء اللي حسيت به انا راه انت حسيتي به بحال بحال. ولكن انا بغيت نقارن الشعور نتاعي مع الشعور تاع با المامون. ودي انا ما بقاش عندي الشعور مت. الله يعطيك الخير. مرحبا سي مرحبا. مرحبا. كاين مشكل مع بابي. نتصنت لك في الاذاعه. مرحبا العزيز مرحبا مرحبا. شكرا لك حمزه من وجده. مرحبا. تحياتنا لك. مرحبا. ناخذ سميره من بني ملال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفاش خويا المامون لاباس عليك؟ لاباس اختي سميره. الحمد لله. لاباس عليك. لاباس الله يحفظك. بغيت غير نهضر معك على واحد الموضوع. تفضل تفضل. انا حسب على راجلي. اييه ندير واحد الحادثه. وتضرب في عينه. الله. تعلم منها.
وبقيت كنمشيو يجيو احنا الحكم ديالنا كان في بنغال وبقى كيمشيو يجيو وداك المحامي دار واحد المحامي من سميتو في القريه وكنخدم في الرباط مع واحد الشريطه وتضرب في الناس صافي عملوه مدام ما شفي الشريطه نكراتو نكراتو انه ما كانش خدام عندها واحد واحد الملف واحد الملف سقط له الخبار انه واحد القاضي الله يجزيه بخير جا عنده واحد رجل كيطلب ثبوت العمل واحد المقاول واللي حكى لي هذه القصه الله يجزيه بخير صديقنا الاستاذ يوسف القري أستاذ القانون في جامعة مكناس وخبير مستشار مغربي ودولي تحياتي لك أستاذ. بعد ما جاء السيد ما عندوش الوثائق ما يثبت ما عندوش ما عنده والو يقول المدة أنا خدام في هذه الشركة شحال الوقت أنت خدام هالمدة القاضي طلب شهود هذوك اللي تيكون وحدة شركات كيبيعوا الكاسكروت يكونوا واحد الناس دائما في كل شيء مقاولة في الخدمة بزاف كتلقى واحد سيد عنده واحد الكريريسة كيدير فيها الساندويتش للناس وكيدير فيها البيض وكيدير فيها قهوة فسولو قاضي قال له واش كاين شي واحد بيع وشري قدام هذيك المقاولة قالوا يا قالوا جيبوا لي هذاك البيع وشري حافظ الخدمة لأنه كيبيع معاهم كيتصارف معاهم كيسالهم يسلفهم الفلوس كيدير لهم الكريدي جا قال له شطعف السيد قال له ياسني كنعرف قال له فين كتعرف قال له خدام في البلاصه الفلانيه من امتى قال له شتو نهار الفلاني غادي كيقارن تواريخ يقارن تاريخ اللي قال له السيد والتاريخ اللي كيشهد له به السيد من ثبوت العمل كاين الله يجزيكم بخير شي حوايج ما تصيدوش بنيتكم ما تجعلوش ما تكونش نية طلبك لحقك ما تكونش نية بتبغي تدير واحد طلب عقد زيادة يمكن لك تشي عند كاتب عمومي كنت تبغي تدير طلب عند قاضي ما تشي عند كاتب عمومي ما غيعرفش كاتب عمومي ما غيعرفش الصيغة القانونية مع احترامي الكتاب العمومي ولكن ماشي خدمته ماشي الحين كيديروا في ترافع قدام القاضي غادي راه كيدوز اليوم عند القاضي غدا عند القاضي بعد غدا في الجلسة يتعلم المحامي لأنه في المرافعة ديالو في الطلب ديالو تيتعلم في هذيك الخبرة ديال السنين أن كل مطلب واحد حديثة راه عندها طريقة التعامل ديالها واحد لاسيرونس عند طريقة التعامل ديالو واحد النوبة واحد العائلة توفى لهم باهم في الخارج عندهم واحد لاسيرونس ديال الوفاة ديال باهم الوفاة كتقول لهم شركة التأمين خصكم تصرحوا في واحد تاريخ بالضبط ما يتجاوزش واحد المدة بعد الوفاة هما داروا تصريح غير هذيك الشركة اللي نقل الأموات ما صيفطاش الوثائق بوحدهم وال الجسد جوتا ديال باهم بوحدهم جمعات الوثائق مع داك التابوت كيصلح الصندوق جمعات كل شيء الصندوق من اللي كيدخل واحد ميت من الخارج ما كيدخلش ديريكت ويهزوا العائلة ديالو كيخص يدوز واحد الفحص طبي ما يكونش حامل شي أمراض ويدخلها للمغرب ويعادي الناس فكيطاح في واحد المدة اللي كان واحد العيد فما قدرش المصالح الطبية تكون حاضرة باش تدخل فهذاك التعطال لعبات على لا سيرونس قالت لهم انا ما نعطيكمش تأمين ديال الباك انا شخصيا كنت حاضر هذا الملف واحد المحامي مغربي الله يجزيه بخير بلا ما نذكر الاسم ديالو مشى جاب واحد الوثيقة مؤسسة للتأمين في هذاك هذيك العلاقه ما بين الشركه ديال التامين ديال برا وهذيك ديال المغرب مشى الوثيقه المؤسسه ولقى بان لو كاشي ديال لي ميتور في فوا لان هذاك التاشيره ديال هذاك المؤسسه اللي لهيه هي اللي معتمد ماشي هذه اللي غتستقبل الاخرى وشدها ودخل بها القضاء وخرج الناس التامين ديالو دابا تخيل هذا المحامي كون مشى يجتهد مش هيجيب هذيك الوثيقة المؤسسة العلاقة التشاركية ما بين لاسيرونس اللي برا وهادي اللي في المغرب ومشى وخداها كسند قانوني
وحطها في المطلب ما كانش غادي يخرج. علاش؟ لانه اختصاصي في التامين. تخيل دابا كمشاو عند شي واحد محامي اختصاصي في العقار، يهرك كيعرف ماشي ما كيعرفش، ولكن ما غادي يعرفش هاد الفتاوي هاد هاد. عرفتي انا ملي شفت الملف خارج ايجابي وقفت عيطت له قلت له واو استاذ، ايوا استاذ الله يقرينا. قال لي راه هذا باش كنتعلموا راه بملفات جداد. قال لي كل ما كيجينا ملف جديد ما كنعرفوش له الا كان بحثو. قال لي ونحاولوا نطلعوا الفتوى. تحياتي لحبابي المحامون، تحياتي لأسرة القضاء. فهنا عاوتاني عفا اختي سميرة، ما تمشيوش بالنية. الراجل تضرب في عينه غادي يمشيو المحامي ديال الشغل. كاين محامين اختصاصيين في الشغل وفي المدونة ديال الشغل، وغادي تلقى منهم. ولا بغيتي نعطوك بعض الأسماء كاينين، ورا عندنا الحبيب ديالنا وصديقنا في البرنامج سعيد نووي، استشارة قانونية سعيد نووي، تحياتي له. يعني تبارك الله يعطيك الفتاوي ويعطيك المسطرة مغيزة تخرجي من هنا ناضية. مرحبا أستاذ. في ختام لقائنا نرجع لموضوعنا شوية، تكلمتي يعني على الطاقة ديال الفرح اللي ممكن تخلصوا منها بالاسترخاء وبالنوم، وفي حين أنه الطاقة ديال الخوف يعني ما كتزول إلا بالانفجار. في موضوعنا اليوم يعني إلا بغينا نخفوا من هذاك الانفجار تفاديا لهذاك ردود الأفعال اللي كتكون معاكسة المحبة ولا ذاك الخيال اللي تيكون في الزواج. هو الإنسان اللي كيتشحن بحال البطارية، كتشد البطارية ديال التليفون لا تشارجي فيها كتبقى شرطه جوج ثلاثه اربعه وشويه كيقول لك التليفون تيدير لك واحد العلامه زعما صافي حبس راني شارجي. راه كذلك حنا الانسان تنشحنوا. فملي واحد المراه ولا واحد الراجل وقاش ما كتعيش واحد التجربه معاه عنده نفس رد الفعل، يولي الاخر ضربه في الخوف. راه شحال من الراجل بلا ما كيشعر راه كتخلعوا مرته، ماشي كتخلعوا غتضربوا، كتخلعوا من واحد الانهيار عصبي غديروا، ولا واحد ردة فعل شفوية ولا عاطفية ولا سلوكية اللي هو في غنى عنها وما عندوش قدرة باش يستحملها. فتيولي هو دائما عارف بأنه دخل معطل فتسعد قيامته. جاب صحابه بلا ما يخبرها قيامته. صرف شي مصروف فوق القياس البيوت اللي دايرينه قيامته. فتيعرف بأنه واحد النهار اللي تجيو صحابه عنده. قالوا احنا عايشين عندك. تخيل هذاك غير يطلع لدارو غير يطلع. كاين بعض الرجال اللي كيبقى يهز على راسو، كاين اللي كيهجم على مرته سبها ولا هي ما كتقول مالو دويت معاه، وهي راه تربات فيه الخوف بهذوك الدفاعات. كيفاش يمكننا نزولوا هذا الخوف اللي جاتك بخير؟ سؤال ما شاء الله ذكي. هذوك العليمه تبارك الله الماتش مزير بقى ساكت ساكت عليا. هذيك الكره ديال الريكبي طالعه كتشدها كتديك دايره بحال كتبغي تشدها معاك دير لها، ولكن نتعبطوا لها ان شاء الله. هنا خص الانسان يحاول يطمح لمقام الامن والامان. الامن هو ملي ما كتبقاش في ممتلكاتك وفي جسدك. الامان هو الاستقرار النفسي العاطفي مع شير. فاحنا كنشتغلوا على الطعام والامن، وما تنرقاوش بعلاقتنا من الطعام والامن الامان. الامان كيف قلت لكم هو الاستقرار العاطفي النفسي مع الاخر، كتحس براسك في امان لوحدك. باش يمكن لك تبني الامان ما تحقروش الله يجازيكم بخير هذيك الاشياء البسيطه. حاليا سويسرا لقاو احصائيات اجتماعيه بانه كاين وليدات في عائلات ما عندوش مياه سويسرا. اللي سويسرا ما بالك في سويسرا. سويسرا وعند الدراسه الاجتماعيه دائما نوريها لك لا تشوف لقاو وليدات ديال عائلات في حافة الفقر الكامل، لأن الناس ما بقاوش بقاو خدمة، المساعدة الاجتماعية عندهم قليلة، الناس عندهم حياة غالية بزاف، الدراري ولا فطر ما يتغدى ولا تغدى ما يتعشى. إذا ملي واحد الراجل يخدم واحد المرة كتخدم وتيجيو هذوك الخضيرة وهذاك اللحام، أنا عندك تسحبوا هذاك الشيء راه بسيط. راه أغلى حاجة هو تاكل. ما تبخصوش الطعام اللي بيناتك. ما تقولش له راه فين ما مشى الواحد يعيش. ما تقولش له راه فين ما مشى الواحد ياكل. راه غنمشي عند دار ربه ولا نمشي عند دار امي ولا دار خويا وناكل. ما تقولوش هاد الكلام هذا. باش تجعلوا الأمان خصكم تشاركوا الطعام. وباش تشاركوا الطعام عطيوه قيمته. الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت. اللي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ده بالطعام راه ما يمكنش تزقي واحد خايف جيعان.
يمكن لك تزكي واحد خايف شبهها حيت كلو واخا خايف يزكى، اما خايف طمئن وباقي كرشو كتزغط في الجوع ما يزكاش. فما تبخسوش طعام، ما تقولش له اشنو ربحت منك، ما تقولش له اشنو شفت منك، ما تقولش له من النهار اللي تزوجت وانا باقي على نفس الحاله، وما يقولش لها القصه العوجه ولا ما تقولوش هذا الكلام، لان لا قصتو الطعام طعام كيحيد الامن. مابقاش الانسان في امان، ولا مابقاش الامان غادي تشحن لك الشحنه اللي غينفجر عليها. فحنا كنديرو بعض المسببات كتكون اسباب تافهه، كيقولوا الناس في شي مضاربه ولا في شي قتيله ولا في شي مصيبه. اش كيقولوا الناس وضربوا على لا ما تشوفوش ضربوا على، شوفوا شحال من الشحنه تشحنوا وما عرفوش يفروا. بغيتي غير الشحنه تزول، هذيك الضغمه اللي كتاكل هي تعطيها لك فمك، الضغمه اللي تاكل هو يعطيها لها فمها، وتقول له الله يجازيك بخير على هذه الخبزه، على هذا الخيزو، على هذا الزيتون، والله يرحم والدينا. باش يقولوا له قبل هنيه. باش الطعام ما تبخسوش الاشياء البسيطه في حياتكم اليوميه. شكرا لكم مستمعينا على وفائكم البرنامج بكل وضوح، لكم تحيات وفاء فائز وصابر فوندا اللي رافقونا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه. بكل وضوح برنامج التحليات الاجتماعيه بشكل صريح مباشر، ما كنستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربه والمغرب. مرحبا بكم بالتسجيل ديالكم بالصراحه اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين الى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم.